نبض بيروت، اهلا بمشاهدي الاو تي في، وهذا المساء ضيفتنا الصحفي صفاء درويش. اهلا وسهلا فيك. مرحبا كريس. يمكن اكثر شيء هيك اليوم اخذ ضجه او عم يتم التداول فيه هو لقاء قائد الجيش بمسؤول الامن والارتباط، جهاز الامن والارتباط بحزب الله الوفيق صفا. شو عندك معطيات حول هذا الموضوع، وهل له دلالات انه ما كان يحكى عن فيتو من حزب الله على قائد الجيش، هل اليوم تبدد هذا الموضوع؟ هلا تفاصيل ما في، ولكن قد يكون ضمن اطار دوري، ولكن هلا اعلن عنه او راح للعلن. هي مش رساله انه تسريبه، تسريب الخبر. يلي جرب يقولوا حزب الله على قائد الجيش انه نحن ما عندنا مشكل على قائد الجيش بالاسم، ولكن عندنا مشكل على ادائه اللي كان بالفتره الاخيره. هيدا الرساله بتعني انه في مشكل على قائد الجيش، ولكن في حال كانت الخيارات معدومه وما في حل إلا قائد الجيش، في حال أخذوا ضمانات معينة أو تغيير بالأداء بمحل معين، فهن قد يروحوا على هذا الاسم. هيك بتنقرأ الرسالة، ولكن حتى اليوم يبدو أنه لقى بعدها كثير بعيدة. لكن هذا هو لقاء دوري كمان بحسب هيك المعطيات، ولكن تسريبه أنه ممكن الذهاب بهذا الخيار. هالقد بسيطة القصص؟ أنا على الصعيد الشخصي بستبعدها لليوم، للمعطيات الموجودة اليوم بستبعدها، ولكن ما يعني الفيتو كان مش على الشخص قد ما هو كان على الأداء بالفترة الأخيرة. في حال صار في ضمانات معينة، في حال كان في تسوية بتعطي ضمانات معينة، فقد يكون ما في. نرجع ساعتها للرأي الثاني اللي هو بده يكون الشارع المسيحي إذا في مشكل فيه ولا لا. عظيم. نقطتين بهذا الموضوع. بالكلام الأخير للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، البعض قرأ بين السطور، إذا بده يقرأ المضمون ما قيل، فهم أنه لا، في مشكل مع قائد جيش معين، مع أنه السيد نصر الله قال أنه نحن لدينا كامل ثقة بهذا القيادي اليوم ومبارح وبكرة وما إلى هنالك. ولكن اللي قاله قبل ما يقول هيك أنه هيك بعض علامات الاستفهام على الدعم الأمريكي على ما إلى هنالك، فهم أنه في مشكل بهذا الموضوع. اثنين، في حال كان هناك فيتو من التيار الوطني الحر، من الوزير جبران باسيل على قائد الجيش، ممكن حزب الله يتخطى جبران باسيل اذا 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 بنرجع اذا انعدمت الخيارات، اذا 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 بده يتخطى قرار الوزير باسيل، فهو رح يروح لهي الخطوه بفرنجيه، مش رح يروح عليها بقائد الجيش. هيدا الشيء اكيد، لانه بفرنجيه هو عنده حسابات اخرى بقائد الجيش ما عنده اياها، ولكن بقائد الجيش وجبران منه موافق اكيد لا. هاي من سابع المستحيلات انه تصير. جبران باسيل على السقف كثير، على سليمان فرنجي بفرنسا، ما سرب من فرنسا لدرجه بطل قادر يتراجع. نعم، ولكن يعني هي بطل قادر يتراجع، هيك عم يقروها الشارع والمحللين، ولكن الوزير باسيل من الاساس معتبر انه هو ما بده يتراجع، هو هيدا موقفه بما يخص سليمان فرنجي، هو قال الموقف الحقيقي. هاي اللي صارت التسريبات بفرنسا هي موقف الحقيقي، ما بده سليمان فرنجي هالقد واضح، وهو على استعداد انه يقول اياها بوجهه. انا ما بدي اياك لاسباب معينه، مش نكت سياسي ومش لخيارات شخصيه، لا بالعكس. هلا الاكيد انه حزب الله يعتبر انه الخطوه اللي قام فيها الوزير باسيل بفرنسا احرجته وكثير، ولكن حزب الله غير قادر على مواجهة الوزير باسيل بما قالوا عن سليمان فرنجية وبالخطوة اللي أحرج فيها للحزب، بسبب أنه شو بده يجي يقول له أنت ما بدك سليمان فرنجية؟ طيب ليش ما بدك سليمان فرنجية؟ عنده أسباب مقنعة. شو بدهم يقولوا له؟ أنتوا ليش بدكم سليمان فرنجية؟ لسبب واحد، اللي هو أنه الوزير فرنجية مع المقاومة ولن يطعن بظهر المقاومة بالعهد اللي جاي، بالست سنين اللي جايين، واللي هن عندهم ياهن، عندهم يا شيء أساسي، خاصة بعد الترسيم وبعد الغاز والنفط. عظيم. طيب إذا بدنا نكفي انطلاقا من هاي النقطة، هل يكفي أنه يكون رئيس الجمهورية فقط مع المقاومة لأنتم تطرحوا اسم، ما فينا نحن نجادل إذا مع أو ضد؟ أكيد لا. يعني إذا هذا الخيار الوحيد فيكون جاره ماروني ومع المقاومة، بتجيبوا رئيس جمهورية؟ لا،
في حسابات أخرى. نحن هلأ طالعين من عهد كان على 6 سنين عم يعمل مشروع مكافحة فساد، عهد ختم باتفاقية نفط وغاز. أنا كيف بدي أقدر روح من بعد نهاية هاي 6 سنين وهاي العهد تتقولوا لي أنا بدي رئيس بس لأنه مع المقاومة؟ طب خلينا نروح أبعد من هيك، يكون تحصيل حاصل أنه هيدا الرئيس يكون مع المقاومة وما يطعن بظهره، لأنه أصلا هاي مصلحة وطنية، هي مش بس مصلحة حزب الله. أنت بدك رئيس يحافظ على كل المكونات الموجودة بالبلد، رئيس يساهم بأنه ما يصير في طعن بأي من الأساسيات اللي اليوم هي حافظة لبنان. إذا بدك ثلاثية جيش شعب مقاومة هاي تحصيل حاصل ولكن غير كافية. الوزير سليمان فرنجية بال6 سنين اللي قطعوا وين أخذ موقف وطني واضح وصريح؟ ما في، كان ما عم يعطي أي تصريحات، بل أكثر من ذلك كان متواطئ مع حلفاء ضد حلفاء المقاومة اللي هن كانوا عم يحملوا عنه، هن كانوا حاميين له ظهره، وهن كانوا عم يتلقوا الضربات بالعهد، هو كان ضدهم وعم يصوب عليهم بالإعلام. طب ما كان فيك مثل ما أنت ما أخذت ولا موقف مع المقاومة لتحمي حالك ولا ما تتعرض لعقوبات ولا تضل مرشح قد تكون مرشح بالرئاسة الجديدة، طب كان فيك كمان تقول ما بدي اخذ ولا موقف ضد حلفائهم اللي هن عم يحملوا عنهم الضرب، ولكن كنت عم بتروح للمحل اللي بيشتري لك بالشارع، محل اللي بيعطيك شعبويه انه انا ضد العهد، ضد العهد. وما هو ضد مين؟ ضد العهد لما كان عم يجي عليه اعنف الحرب اللي شنت على لبنان، وكان المطلوب منا بنود معينه، نحن عارفين مين اللي كان وراها، تقسيم وتصويب على العهد مشان التجنيس وغيره وكل هاي البنود. طب انت وين كنت هون؟ هيدا السؤال اللي يسأل لسليمان فرنجية، وهيدا السؤال اللي يسأل لحزب الله لما أنتوا اليوم عم تحطوا الملامة على الوزير باسيل. ليه؟ بس لأنه معترض على اسم لرئاسة الجمهورية بتعتبروه مع المقاومة. طب هل مستعد سليمان فرنجية يقدم ضمانات للبلد؟ نحن اليوم إذا بدنا نحكي شو الخيارات اللي قدامنا أو شو الخيارات المطروحة بعد ما أنتوا حزب الله يعتبر أنه هو طالع اليوم قوي ومنتصر ومش رح يروح لخيارات يجي فيها يعني من تحت إذا بدك أو بطريقة معينة يكون في تنازلات. طيب التيار الوطني الحر أيضا يعتبر بأنه هو طلع من عهد منتصر بعد 6 سنين ما أنا جربت رسخ فكرة مكافحة الفساد وأعمل كل هاي المعارك. طب ما بحق لي روح مثل مرحلة فؤاد شهاب، بعد مرحلة فؤاد شهاب وبعد ما أسس المؤسسات بالدولة وراح لعهد ناجح، من بعدها رحنا لمرحلة لأحد أصدقاء فؤاد شهاب بالمشروع مش أصدقائه بالشخصي. يعني نحن رحنا لرئاسة من بعدها كانت رئاسة شهابية وبتشبه هذا المشروع. نعم. اليوم الشارع ولبنان وكل شيء نحن فيه بحاجة لرئيس قريب للمشروع اللي كان فيه ميشيل عون، وهيدا ما يسعى له الوزير باسيل وحقه، وهيدا حق الأرضية وحق الشارع اللي له 6 سنين عم يتعرض لهجمات لأنه هو راح لمكافحة فساد. نحن ما فينا بلحظة ننصف كل شيء. نعم ما بده فراغ، أكيد ما بده فراغ، ولكن البديل عن الفراغ شو؟ أنه تجيبوا لي رئيس ينصف كل شيء نحن عم نعمله؟ لا، نحن منروح لفراغ مقابل نروح لحل، ولكن فراغ بلا أي سبب مرفوض. بس إذا بدنا نروح للابتزاز إنه يا فراغ يا أما بدنا نجيب رئيس قد يكون بضر مصلحة لبنان وبضر مصلحة كل مشاريع مكافحة الفساد اللي مشينا فيها سابقا، لا. طيب هلأ مش عم نروح لا نذهب بعيدا إذا قلنا إنه سليمان فرنجية رئيس بضر مصلحة لبنان؟ جريس نحن اليوم الخيارات الموجودة قدامنا، إذا أنا بدي روح شو التسويات اللي معقولة تصير؟ إذا بدي روح للتسوية اللي هي بتشبه مرحلة 90. نعم. طب هاي الثلاثية ممكن تنعاد هذه التسوية؟ هاي الثلاثية اللي نحن عم نروح عليها اليوم عم ينحكى إذا ممكن تنعاد، مش ممكن تنعاد لسبب. أولاً إذا نحن بدنا نروح لهاي الثلاثية، طب أنت ما بدك مصاري بالمقابل؟ ما بدك مال يدعم لبنان؟ في دول شقيقة، إذا عم نحكي عن تسوية 90 بدنا نحكي عن المملكة. المملكة العربية السعودية تقول اليوم إنه هي غير مستعدة لأنه تفوت بالتفاصيل الداخل اللبناني، وهي مش رح ترجع. في حال عودة المملكة العربية السعودية على لبنان فهي حتكون بعد رئيس الحكومة وبعد هاي التسوية. نحن هون بدنا نشتغل بالتسوية اللي حتصير والتسوية الشاملة لنشجع الغرب والدول العربية ليرجعوا عبر الحكومات
عبر الحكومة وعبر الوزارات، عبر وزارة السياحة، عبر وزارة الاقتصاد وغيرها. هون بدها تصير بعد ما تعملي تسوية شاملة وتكون مناسبة، لأنه تجي تقولي للغرب وللدول العربية تفضلوا لعنا، ولكن لليوم المملكة العربية السعودية ما بدها تعطي بديل. يعني ما في مشروع رفيق حريري جديد، هذا المشروع مش مع موجود. مع أنه ست صفاء عملت كذا مبادرة المملكة تجاه لبنان، بيّنت أنه حابة ترجع تفوت على لبنان من بابه العريض. يعني مثلا ناخذ على سبيل المثال للحصر، غير انه اهتمامها كان بالشان الانتخابي ودعمها لافرقاء معينين، ما انه خفي على احد وما عم نقول سر، ولكن ايضا مثلا مؤتمر الطائف اللي حصل مؤخرا كمان، هذا مش دليل انه المملكه مهتمه بالشان اللبناني؟ المملكة العربية السعودية تحتضن الشارع السني كاملا 8 أذار و14 أذار، وهي موجودة على الأرض معهم وموجودة باحتضان الشارع السني، ولكن العودة من الباب العريض وبالتمويل وعن طريق فرض إذا بدك بنك جديد للبنان من السعودية، هاي لليوم هي ولا بطريقة موجودة. يعني موجودة عبر السفير، نعم في تواصل عم بيصير، ولكن أكثر من هيك لا، وغير مطلوب. ورح ياخذوا العلاقات لتصير علاقه بين دوله لبنانيه والمملكه العربيه السعوديه بهي الطريقه، اكثر من هيك بالوقت الحالي غير مطلوب. اذا نحن ما عندنا هاي الاموال اللي رح تنكب بالطريقه اللي كانت موجوده فيها ايام التسعين، اليوم بدك تروحي لبديل، البديل هو مشروع اصلاحي. اذا حسب الله لازم يكون كثير دقيق انه سليمان فرنجيه بخسرك هون، شو بتستفيد اذا جبت رئيس فقط مع المقاومه دون اي ضمانات اخرى، دون ضمانات اقتصاديه، دون حلول على المستوى البعيد؟ يمكن سوري عفوا عم اقطعك، بس يمكن انه هو بالنسبه له قادر انه يكون عنده ضمانات مع سليمان فرنجي، لانه بكلامه بنرجع لكلام الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الاخير، بيحكي عن مواصفات. نعم، بما معناه انه رئيس ما بيحمل شنطة، أو ما مش كل ما تم استدعائه بيلبي الاستدعاء الخارجي إذا على سبيل المثال للحصر بهذا المعنى يعني، ورئيس يحمي ظهر المقاومة. طيب إذا بدنا ناخد عن جد هلأ بدنا نحكي موضوعيا، نعم، مين في شخصين بهذه المواصفات؟ جبران باسيل، سليمان فرنجي. نعم. طيب إذا جبران باسيل شوي حظوظه، هو بيقول كمان إنه يمكن شوي هلأ مش وقتها، مش الوقت المناسب. طب سليمان، بس هون حزب الله يقول إنه مش يقول حزب الله الأكيد إنه بيعتبر إنه في حال كان الخيارين الوزير باسيل وسليمان فرنجي فهو يفضل الوزير باسيل، هاي طبعا. أوكي. لأنه هو بيعرف مين اللي عنده مشروع. عظيم. بس نحن هون بدنا نرجع نقول في خبرتين. فضل. أول خبرية، يمكن الحزب بيقدر يأمن لهول الشخصين فقط وما بده يروح لخيار ثالث يكون مهزوز، ولكن في شيء أكبر من هيك، أنه شارع التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر عنده مشكلتين. المشكلة الأولى هي أهمية المقاومة وحماية ظهر المقاومة توازي أهمية مكافحة الفساد. طب نحن بعد لست سنين تانيين بدنا نرجع نحط مكافحة الفساد على جنب لأنه في حسابات بعد بيحمل لبنان؟ طب ما نحن اليوم بعد اتفاق الغاز وبعد ما رحنا لشيء بهذا الحجم، ما بيتطلب أنه نرجع نكفي هاي المرحلة تنقدر ننهض باقتصاد لبنان؟ طب نحن بعد نهاية العهد وبعد كل شيء صار وبعد ما كان عندك شارع عمل عنك معركة مكافحة الفساد وتحمل عنك وأكل الضربات عنك، طب ما وما كنت حده بهو الست سنين؟ طب اليوم على القليل يكفي معه هذا المشروع اليوم؟ يعني هاي اذا نحن بدنا نروح لتصويب اكثر، هاي عند التيار الوطني الحر ما فيك، يعني ما فيك تساوم عليها مكافحه الفساد باهميه السلاح مش اقل. حتى اذا بدنا نرجع نفكر بمصلحه حزب الله وشارع حزب الله، ما بالاخر مكافحه الفساد لمصلحه مين؟ ما لمصلحه اللبنانيين كلهم. ايه بس حزب الله بيعتبر انه هلا صرنا بغير موضوع، بدي اكمل معك بموضوع سليمان فرنجي. نعم. وجوزيف عون، بس حزب الله بيعتبر انه ما بده يخلق شرخ بالشارع الشيعي، حقه كمان، مش عم نقول حقه ما يكافح الفساد، بس انه يمكن هو بيعتبر انه في حال بده يكافح الفساد لازم يبدا من الشارع الشيعي طبيعي. اذا نحن بدنا نروح لمكافحه الفساد في عندك كثير حلول، في اسوأ حل اللي هو خلينا نبلش من اليوم، ما بدنا فساد جديد، ما بدنا شيء ثاني. هيدا حل جديد يعني. بيحمي يعني الاستمرار بالفساد برايك؟
هيدا حل بيحمي انه ما يصير في حرب اهليه وبيحمي السلم الاهلي لحزب الله عنده اي خط احمر، وبذات الوقت بتضمني على القليله من اليوم لست سنين لبعدين عندك مشروع اقتصادي. نحن ما بقى يحمل لبنان نكفي بمشاريع فساد واتفاقيات فساد. لبنان ما بقى بيحمل خلص، ما المصارف نهبت والمصاري خلصت والوزارات افلست، من وين بعد بدكم تجيبوا مصاري؟ ما بقى في عندكم محل تسرقوا منه، خلص بدنا مشروع مكافحة فساد. الوضع اليوم بيختلف كثير عن الوضع سابقا، والتيار الوطني الحر عنده اياها لهي خط احمر ما في ساوم عليها الحزب. وبعد شيء انه عم بيجرب يشاح اجواء من مقربين لحزب الله بانه الخطوه اللي اخذها الوزير باسيل هي خطوه اكبر منه، والوزير باسيل لا يملك الغطاء الداخلي والخارجي مقابل هاي الخطوه. عم تحكي عن انه ذهب بعيدا بموضوع سليمان فرنجيه. نعم. مواقفه تجاه سليمان فرنجيه للوزير. نعم. باسيل. ولكن نعم. مزبوط، انتم عم بتقولوا بانه هو ما عنده غطاء داخلي وغطاء خارجي للخطوه اللي اخذها. ليش مش عم بيقدروا يفهموا البعض بانه الحسابات اللي انتم بتعملوها لا تنطبق على حسابات الوزير باسيل؟ ما بيفكر بهاي الطريقه، عنده حسابات اخرى، ما عنده مشكله يعلي السقف، بيعرف هو قد يكون الوحيد يلي مقابل موقفه ما في ضمانات الا شعبه ونوابه، وهو مستعد يروح فيها للاخر بلا ضمانات خارجيه وداخليه. انت بمحل لبنان على المحك، والشارع المسيحي اليوم عم بجرب كمان يصوب بانه الوزير باسيل ما عنده حلفاء وهو مجبور يروح بالخيار خيار حزب الله لانه هو حليفه الوحيد، وهو ما عنده غير خيارات، وبالاخر بده يمشي بما يقوله حزب الله بموضوع سليمان فرنجيه. لا، الوزير باسيل اعطي يعني انعملت التسوية وقالوا له انه انت فيك تاخد حاكم مصرف لبنان سميه وسمي قائد الجيش ايضا وغيرها من المناصب، ورفض لانه مش هاي التسوية اللي بده اياها. ومن التسوية من مصلحة هلا بقلك من مصلحة الوزير باسيل انه يروح على خيار سليمان فرنجية وياخد مقابلة تعيينات ومناصب، وسليمان فرنجية بالاخر نحن اثبتت الانتخابات النيابية وتحالفاته وبعد كل شيء عمله انه هو عدديا ما رح يقدر ينافس الوزير باسيل بشمال، هو بمحل والوزير باسيل بمحل، ولو بقى 6 سنين بالعهد ما رح يقدر يعمل شيء. اذا لا يش صفر خطر على الوزير باسيل وعلى التيار الوطني الحر. عظيم، هذه نقطة. تفضل بك تقولي شيء بعد. اتفضلي قولي. لا، إذا بدنا نحكي عن جمهور التيار. نعم. الوطن الحر يلي بحب يعطي رأيه طبعا بموضوع إذا ما بعرف إذا يصلح المصطلح أنه خطر على التيار أو خطر على شعبية التيار أو خطر على الوزير باسيل وشعبيته، مش هذا مبالغ فيه، بس أنه من ينافس إذا فينا نقول جوزيف عون أو سليمان فرنجية في حال وصول للرئاسة الأولى، مين بينافس جبران باسيل؟ يعني جوزيف عون كقائد جيش جمهور التيار باللاوعي تبعه، بالوعي تبعه أنه هذا التيار خرج من رحم المؤسسة العسكرية من نضالات جيشة وجنوده وعناصره وضباطه، والرئيس عون قائد سابق للجيش وما إلى هنالك، ممكن أن هيك يدغدغ مشاعر التياريين. وفي ناس بيقولوا لا، سليمان فرنجية هو الذي يدغدغ بما أنه يعني أصلاً ينطلق الرجل من قاعدة شعبية معينة، وقد كان له محاولات سابقة بفتح مكاتب بالمناطق هون ببعبدة وبكسروان وبغيرها، أنه ممكن أن تكون له طموح، أكيد مش ممكن، له طموحات بالتوسع، بينما قائد الجيش بيعمل ولايتي 6 سنين وخلص ينتهي. ينتهي طبعا سياسيا. نعم. سليمان فرنجية نهائيا ما بيشكل خطر على التيار الوطني الحر ولا على الوزير باسيل ولا على الزعامة بشمال إذا بدك إياها بطريقة أوضح. واتضح مع الوقت بأنه لا ينافس إلا النواب الموجودين معه بصغرته. هيدا هو تيار المرضى والوزير سليمان فرنجية، هيدا مش حكي أو تحليل، هيدا الأرقام بتقول هيك. إذا ما في منافسة، بينما قائد الجيش شيء طبيعي اللي كنت عم بتقولي حضرتك أنه التيار الوطني الحر يتأثر بالبدلة العسكرية وبالجيش، وهو عاطفيا دايما بميل للجيش، ولكن بذات الوقت بيكونوا 6 سنين وبترجع بتنتهي المرحلة. إذا خطر حقيقي على التيار الوطني الحر ما فيه، لا شعبيا ولا على صعيد الرئاسي مين ما كان الرئيس المحتمل. وسيناريو سليمان فرنجية بيربح التيار الوطني الحر وما بيخسره، خاصة إذا كان بالمعارضة، لأن بالشارع المسيحي اوريدي في عندك
نقمة على أي قرار بيروح لإله حزب الله وبتمشي فيه أو بتكوني حليفة لإله. كيف إذا الوزير سليمان فرنجي كان مرشحهم وكان مرشحهم الوحيد بين اللي موجودين لأسباب معينة وراح لخيار مع حزب الله، فإذا أكيد هو ما بشكل أي خطر، هاي محسومة. ولكن الوزير باسيل في حال أخذ الضمانات وفي حال أخذ تسوية اللي عم يجربوا يعملوها مع الوزير باسيل وهو كان موجود وسليمان فرنجي بالمعارضة، هاي بتفيده ما بتضره، ما بتأثر على الوزير باسيل. إذا الوزير باسيل بدي أفترض مع أنه بالنسبة إلي الوقائع تشير إلى أنه حظوظه غير مش 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 معدومة، بالعكس الوزير باسيل ربما يملك الحظوظ الأوفر إذا بدنا نحكي وقائع نعم. على الأرض، ولكن بدي أفترض أنه ما عنده حظوظ بهذه المرحلة. والوزير باسيل طبعا كونه صاحب أكبر كتلة نيابية على الصعيد المسيحي وعلى الصعيد البرلمان كلمته فاصلة بموضوع نعم. الرئيس، إذا ما بده لا جوزيف عون ولا سليمان فرنجي، من هي الشخصية اللي ممكن أن تحظى بتأييد الوزير باسيل؟ بعدنا لهلأ التكتل عم بيصوت ورقة بيضة. الورقة البيضة هي مش بس كرمال التكتل، الورقة البيضة هي لأنه أي اسم اليوم رح ينحط قبل ما تكون التسوية ناضجة، ونحن عارفين بأنه هذا الاسم هو الحرق، فعلى ما يروحوا للي عم يعملوه آخرين بالمجلس النيابي عم بيكونوا جاديين بالورقة البيضاء. بينما إذا أنا بدي أروح للاسم اللي بدي إياه الوزير باسيل، نحن اليوم الخطأ أنه نحكي باسم، المشكلة أنه نحن بدنا نحكي بمواصفات، البلد يتطلب مواصفات قبل ما بيتطلب اسم. أولاً حزب الله يقول بأنه بده سليمان فرنجي، حد شخص مثل مواصفات الوزير باسيل أو سليمان فرنجي. طب ليش الشيعي بده يجيب رئيس الجمهورية؟ ما هون كمان في مشكل. نعم حزب الله عنده قوة إقليمية وحزب الله حليف وحزب الله عنده قوة بيقدر يعني إنه هو يحدد الرئيس، ولكن ليش حزب الله بده يسمي الرئيس؟ أنت فيك تطلب ضمانات، ضمانات تقول رئيس يحمي ظهر المقاومة. طيب عظيم عظيم، بس كمان رئيس الجمهورية مثل حيلا بوست أو مركز بالدولة اللبنانية، من حق كل لبناني أنه يعطي رأيه فيه، ولكن مش يفرضه. مش يفرضه، طيب كتير مش قادر يفرضه. طالما مش يفرضه إذن سليمان فرنجي مش منزل، والدليل بس حقه يكون عنده مرشح. الدليل حزب الله ايام يعني وقت الفراغ اللي صار قبل ما يجي الرئيس ميشيل عون كان محدد اسم الرئيس ميشيل عون، حاطط اسم أوكي. ميشيل عون سماه. لليوم حزب الله بالعلن لم يسمي سليمان فرنجي ولن يسمي سليمان فرنجي لانه في فيتو عليه من الوزير باسيل. اوكي متفقين. كمان يروج لانه قبل راس السنه نحن رح نروح لرئيس ورح يكون سليمان فرنجي. صحيح. طيب. وبتعرفي ليش كمان يعني بهذا الإطار هلا بتشرحي لنا، بس كمان من التحليلات اللي عم تخرج إلى العلن إنه إذا قبل رأس السنة بيكون رئيس سياسي اللي هو سليمان فرنجي، وإذا بعد رأس السنة ذاهبون إلى تسوية تأتي بعسكري على سدة الرئاسة، هيك عم ينحكى. ما بعتقد في شيء منا، ولكن اللي موهوم بإنه قبل رأس السنة رح ينفرض سليمان فرنجي رئيس جمهورية بعدم رضا الوزير باسيل، نحن ناطرين يفرجونا إذا بيجي الرئيس الوزير نعم يفرجونا إذا بيجي الوزير سليمان فرنجي رئيس جمهورية قبل رأس السنة وبعدم موافقة الوزير باسيل. الوزير باسيل اليوم بإيده ورقة الشارع المسيحي الأقوى لحاله مش مع حدا تاني، هو اللي بيملك هاي الورقة، وحزب الله يعلم جيدا شو بدي بشو بيتسرب هون او شو بيتحلل هون او شو بيجربوا يوصلوا مسجز المقربين وغيرها. والوزير باسيل بيعرف حجمه كتير منيح، مش رح يجي اي رئيس سليمان فرنجي او غيره بهذه الطريقه، لا قبل راس السنه ولا بعد راس السنه. رح اقول لك ليش بالتفاصيل. تفضلي. اليوم التسوية اللي بدها تنعمل، نحن قلنا انه تسوية شبيهة بالتسعين مش رح تزبط بهاي الطريقة، بدك تروحي لغير نوع تسوية. حزب الله مصر بانه برئاسة الجمهورية وبرئاسة الحكومة ايضا نحن بدنا رئيس يعطي ضمانات، يعني مرفوضة فكرة انه يكون في رئيس حكومة مش قريب لمواصفات ميقاتي بمعنى انه يعطي ضمانات معينة لعطاها الرئيس ميقاتي او غيره. فنحن امام هاي التسوية بالشارع المسيحي، مين فيه؟ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسليمان والكتائب. خلينا نحكي بالأقوى، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. نعم. سمير جعجع عاجز اليوم أنه يوصل رئيس أو يدعم رئيس أو يكون مع رئيس، ماكسيموم في قرر إذا هو بيصوت مع أو بيصوت ضد. بس رح تتابع، بس ليش؟
سمير جعجع عنده كتلة نيابية مسيحية وازنة جدا، ليش عاجز؟ لأنه منرجع رئيس الجمهورية بده يكون بمواصفات ما بيطعن بالمقاومة وبيحمي السلم الأهلي. هاي التسوية اللي هلأ راكبة، وهي التسوية اللي سمير جعجع والقوات اللبنانية خارجة. إذا حتى هو إذا بيسمي رئيس بضعاف له حظوظه، يعني إذا بده يحرق رئيس يعني بيطلع ميشيل معوض، بيطلع يعني بيسمي ميشيل معوض، خلص ميشيل معوض أصلا كان للحرق، ولكن جرب يحرق قائد الجيش. أي رئيس بيسميه سمير جعجع أو بيتبناه فهو عم يحرقه مش أكثر. إذا الورقة الأقوى هي بيد الوزير باسيل، حصرا عم بيقولوا إنه الوزير باسيل عم يستغلها. لا هو مش عم يستغلها، هو عم يستثمرها. ما بعرف ليش بالسياسة، يعني أنا اللي عم بنصدم فيه اليوم إنه لهالدرجة ما في شيء، ما عندهم وطنية، ما عندهم مصلحة الشعب، كله بيجي بيحكيك باستغلال، بلا بالآخر عم بيعلي السقف رح يرجع يخضع. لا، في أمثلة بلبنان سياسية مش هاي مشاريعة، في أمثلة عن جد عم تشتغل لمصلحة لبنان، في أمثلة عن جد عم تشتغل لمصلحة شارعها. اليوم لو كان عم بيعلي السقف وين بعد بده يعلي السقف الوزير باسيل؟ ما العرض اللي إجاه شو في، ما بقى في شيء زيادة، يعني عم يجوا يقولوا له إنه أنت عندك كامل الشروط اللي بدك إياها وزيادة عليها، بس امشي بسليمان رئيس وهو رفض. الحل الوحيد اللي نحن ممكن نروح عليه تيرجع يروح على الوزير باسيل على سليمان في حال، رغم إنه هي مش مستبعدة مستحيلة، هي إنه يكون في ضمانات من سليمان فرنجية لمشروع بناء دولة ومكافحة فساد فقط، ما في أي تسوية تانية معقولة تصير. هاي هي ليلى اليوم مش موجودة. ممكن سليمان فرنجي أن يقدم هذه الضمانات؟ ممكن لشخص مثل سليمان فرنجي واضح ومعلوم، يعني أكيد مش عم نخفي السر أنه هو بتحالف مع بري مئاتي هذه الترويكا، ممكن أن يقدم هكذا ضمانات مكافحة فساد؟ هلأ هون بتصير قديش الضمان اللي هو بده يجرب يعمله، وقديش اذا في ثقه باللي قاله ولا ما في. هاي بطلت يعني ما بقدر انا اللي كيها، ولكن نحن ما فينا ناخذ دائما الجانب السلبي، خلينا نكون متفائلين او ناخذ اللي قدامنا على نيه حسنه. طيب لماذا بس لليوم ما قدم هيك شيء؟ ايه طبعا اكيد لو قدم يمكن كان في غير كلام. نعم. لماذا يحق لجبران باسيل أن يلتقي نبيه بري بلقاء مطول، بغض النظر مبادرة من مين؟ مبادرة من السفيرة فرح بري بنت الرئيس؟ نعم. نبيه بري، ولكن حصل هذا اللقاء ولقاء مطول، ولا يحق مثلا أبدع الرغبة بفتح صفحة جديدة طبعا بما يتعلق بالأجواء بالبلد وما إلى هنالك، ولا يحق لسليمان فرنجية أن يكون عنده علاقاته؟ ليش هون مسموح هون مش مسموح؟ الوزير باسيل راح قعد مع الرئيس بري وصار في مبادرة، وهي المبادرة مرحب فيها من الحلفاء وأكثر من أكيد. ذلك عم ينعمل، يعني عم بيصير في مسعى لأنه يصير لقاء ثلاثي أو رباعي. ثلاثي ورباعي شو يعني؟ يعني مع الرئيس مئاتي، مع حزب الله أو مع الرئيس مئاتي أو مع سليمان فرنجية. في مسعى لأنه تتوسع، ولكن ما بنعرف إذا الوزير باسيل رح يكون موافق أو لا. بس هاي مبادرة يرحب فيها من كل الحلفاء. راح الوزير باسيل عند الرئيس بري ليش؟ شو راح يعمل؟ ليش؟ راح تيشتغل على تسوية لمصلحة لبنان. راح تيرسم من بعد انتهاء العهد ومن بعد ترسيم تيرسم مرحلة جديدة للبنان ورؤية جديدة للبنان. التيار الوطني الحر بولا نهار كان بيفكر انه هو بده يروح لحاله بمشروع معين، دائما كان عم يجرب يفتح على كل الافرقاء الموجودين بالبلد دون اي استثناء مين ما كان. ونحن بنعرف اذا مع القوات اللبنانيه وجرب يفتح صفحه. الهدف هي مش الانكيات السياسيه، الهدف انك تروحي لمشروع لمصلحه لبنان ومكافحه فساد. طب اذا اليوم قادر الوزير باسيل يتفق مع الرئيس بري على سله اللي كان عم يحكي فيها الرئيس بري سابقا، يبدو بانه اليوم عم يشتغل عليها الوزير باسيل. ونحن شفنا زياراته اللي عم تكون للخارج، كل الاشاعات اللي طلعت والخبريات بالوقت اللي الوزير باسيل عم بيروح يطرح مشروع ليكفي كل شيء صار بالست سنين لنقدر ننطلق اليوم من بلد مفلس لليوم انت ما عندك اي مال خارجي رح يجي تنقدر نعمل مشروع اقتصادي نكفي فيه السنين اللي جاي تنقدر ننهض بلبنان ونقدر نستثمر اتفاق ترسيم الحدود.
الحل إذا بيجي اليوم بتسوية من هذا النوع فكتير منيح. وحزب الله يقول أنه قبل ما يجي أي اسم على العلم أو قبل ما يبلشوا بطرح أسامي، أولا خلي الحلفاء يتفقوا، قبل ما يتفقوا على اسم يتفقوا كيف بدهم يروحوا بالمرحلة الجديدة وشو بده يكون مصير البلد بالمرحلة الجديدة وشو النقاط اللي بدهم يتفقوا عليها، ومن ثم خليهم يتفقوا على اسم ونطلع نحن بالاسم بالعلن. وهذا اللي عم بيصير. بس انه ما بعرف يعني هل هذا الأمر يؤثر على علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله؟ يعني اليوم كمان هذه نقطة مهمة، لأنه أصلاً الوزير باسيل كان طرح بمراحل سابقة سلسلة من الانتقادات تطاول العلاقة بين الجانبين، وأهم بنرجع على مكافحة الفساد والإرادة والنية من مكافحة الفساد. اليوم هل العلاقة تتزعزع بوجود هذا الخلل بتسمية المرشح للرئاسة؟ العلاقة على المحك، هيدا شيء أكيد. هل قد؟ لا، هي على المحك باللي نحن فيه اليوم، أوكي؟ ولكن حزب الله يقول إنه هو ما رح يروح لأي خيار ما بده الوزير باسيل، إذن ما في مشكل. ولكن تخطي موضوع مكافحة الفساد إيه بيرجع بحط العلاقة على المحك، هيدا شيء أكيد. لأنه اعطونا أسباب. رح يصير هذا الموضوع؟ أنا ما بعتقد حزب الله رح يتخطى الوزير باسيل. لليوم الحزب يقول إنه هو ما رح يتخطى الوزير باسيل، ويقول إنه رأي الوزير باسيل ملزم. ولليوم نحن شفنا إذا حزب الله طلع سما سليمان فرنجي للرئاسة، هو مش عم بيسميه بوجه ميشيل معوض وغيره، هو عم بيسميه بوجه الوزير باسيل. نعم. وهو ما رح يعملها، لأنه ما رح يروح لهيدا النوع من الصدام مع مين، مع من كان معه ست سنين هو وياه بمعركة واحدة بالوقت اللي حزب الله ما كان معه بمكافحة الفساد لأسباب هو بيقولها والطرفين بيعرفوا شو هي. إذن ما بيحمل الوضع ليروح أكتر من هيك على صدامات. ويصور البعض بأنه حزب الله اليوم هو مستغني عن الشارع المسيحي وما بده إياها لهي الشرعية ومستعد لأنه يروح لفك تحالف. هون السؤال يطرح، هل حزب الله قادر أنه ينزع عنه عن جسمه الغطاء المسيحي؟ أن يدير ظهره للشارع المسيحي الأقوى ويكمل؟ إذا بدنا ناخدها بالمعطيات العامة بقوة حزب الله داخليا وخارجيا بالتحالفات اللي هيدا، إنه يرجع يقدر يروح يعمل حلف رباعي وغيره مثل ما صار سابقا، أوكي هاي بتوصل لك رئيس، ولكن كيف بتكفي؟ شو بتعمل بالمجلس النيابي؟ كيف تحمي ظهرك بالمجلس النيابي اللي وقف معك لتوصل رئيس ما رح يوقف معك بمشاريعك الوطنية؟ إذا لا، أنا بعتقد إنه بالنسبة لحزب الله أهمية السلاح توازي أهمية الشارع المسيحي اللي هو ضمان للسلم الأهلي بلبنان. مستحيل يكون حزب الله حدا بفكر سياسي مثل حزب الله مستعد يستغني عن السلم الأهلي وعن الشارع المسيحي بلبنان، فطبعا لا. وهي الورقة الأقوى اللي هي بإيد الوزير باسيل اللي عم بجرب يستثمرها للمصلحة الاقتصادية للبنان ولمكافحة الفساد ولا غيره. منه الموضوع بانه يلا انا الاقوى، انا رحت بسليمان فرنجي بدي امشي فيه، وكرمال هيك عم اقول لك اتحدى اللي عم بيقولوا انه قريبا رح نروح لرئيس ورح يكون سليمان فرنجي، وبغض النظر اذا قبلان الوزير باسيل او مش قبلان. لا، الورقه هون عند الوزير باسيل ومش باي مكان اخر. عظيم. اليوم لماذا حزب الله يطلب ضماني لعدم طعن المقاوم بزهرة؟ بغض النظر هل بدنا نحكي وقائع على الأرض ولا بدنا نحكي شعر ونسر؟ نعم. وقائع على الأرض، من هو القادر أن يشكل خطرا إن كان بالشارع المسيحي أو غير المسيحي على المقاومة أو على قوة المقاومة أو على دفة المقاومة بالميزان المتوازن؟ يعني مين حتى إذا بدنا نحط بين مزدوجين أعداء المقاومة ما بيشكلوا خطر عليها؟ ليش حاطت هذه المواصفة حزب الله؟ يعني اليوم معلش حتى أعداء المقاومة بشعاراتهم الانتخابية قبل الانتخابات قالوا أنه نحن قادرين نشيل سلاح المقاومة وكذا، بس ما حتى جمهورهم ما صدقون، جمهورهم ما صدقون أنه مين اليوم قادر مثلا ينزع سلاح المقاومة أو يحكي فيه حتى أنه بمعنى أنه بدنا ننزعه من دون استراتيجية دفاعية، من دون طاولة حوار، من دون ما إلى هنالك، من دون ضمانات، أنه ما حدا، صح ولا لا؟ حدا قادر يعمل هاي شيء؟ برجع بقول لك، هاي اذا بدنا نحكي عن القوه كقوه، نعم اذا بده يفوت بحرب، نعم حزب الله في حال راح لحرب فهو ما حدا قادر ينزع منه السلاح، في حال راح لحرب فهو الاقوى، ولكن السلم الاهلي وين بصير؟
انت بدك تتجنبي انه توصلي لمرحلة انه انت تضطري تعرضي القوة اللي انت بتملكيها بالداخل. اسهل شيء معقول يصير جر، محاولة جر حزب الله على الداخل، او الحصار اللي نحن كنا فيه سابقا 17 تشرين اللي جربوا من خلاله التصويب على حزب الله وعلى السلم الاهلي. وما في خوف بالوضع مثل ما هو، في خوف من مؤامرات، من ضربات امنيه، في خوف من قرار ينعمل مثل ما صار وقت 7 ايار بالحكومه بالمجلس النيابي، امضاء من رئاسه الجمهوريه، كله بحط حزب الله على المحك. لا، منا بهاي السهولة أبدا. قوة حزب الله بمحل هي إيجابية وبمحل بتنقلب عليه، الأكيد أنه هو بحاجة لضمانات داخلية، بحاجة لسلم أهله، وبحاجة لأنه يحمي ظهره. جوزيف هون قادر أن يقدم هذه الضمانات، لأنه نرجع للبعض، البعض يرى بأي قائد للجيش ميشيل سليمان تاني وليس أمين لحود تاني. شو رأيك؟ ما حزب الله يقول بأنه أنا ما بدي ميشيل سليمان تاني. عظيم. إذا ما بده ميشيل سليمان تاني يعني ما بده قائد الجيش. رجعنا لنقطة الصفر. نعم. طيب بتخافي صفاء إذا كان الوزير باسيل رئيس للجمهورية أن يحصل له ما حصل لميشيل عون، أن تتكتل المنظومة ضده، لأنه مشروعه هو مشروع الرئيس عون، هو مشروع ميشيل عون، مكافحة الفساد وبناء الدولة القوية، بناء لبنان القوي، نفس المشروع. اليوم اللي وقفوا بوجه ميشيل عون، شو بيمنع ما يوقفوا بوجه جبران باسيل ويحاصروا ويعرقلوا وما يخلوا؟ رح يرجع يصير هيك. بس انت هلا للاسف انت بمرحله عندك خيارين، يا اما انت من برا بدك تكوني معارضه وتصوبي على الفساد اللي عم بيصير وغيره، يا بدك تكون انت بالحكم وبدك تحاربي الفساد. لو ما قدرت توصل للي انت بدك اياه مع الوقت بتوصلي. الرئيس ميشيل عون رسخ فكره مكافحه الفساد، صارت كل الناس عم تحكي فيها واستعملوها بشعاراتهم الانتخابية. الرئيس ميشيل عون قدر يعمل معركة فجر الشرود بطريقة رائعة ووطنية جدا. الرئيس ميشيل عون قدر يحافظ على بالانس معين بالحكومات وبغيرها بوقت كان الوضع بلبنان كتير صعب. نحن بلبنان مش برفاهية انه الوضع ماشي تمام وانت بدك تشوفي شو بدك تحصلي. معركة البقاء نحن بعدنا فيها للأسف، يعني نحن قبل ما نروح لا لا لاند ولا لبنان سويسرا الشرق، نحن بمعركة بقاء، بس ناكل ونشرب ونضل قادرين نعيش ونحافظ على الوضع اللي نحن فيه. ولكن أنا بقول لك إنه اللي بيأثر علينا اليوم هي العلاقات الخارجية والحصار اللي صار. يعني الرئيس ميشيل عون كل شيء عمله أنا بشوفه كان إيجابي، الشيء الوحيد اللي أثر فعليا هي العلاقات الخارجية، ولكن العلاقات الخارجية ما كانت تأثر فيها من الرئيس ميشيل عون، كان سببها التحالف مع حزب الله. وهيدا اللي وكرمال هيك نحن بنقول إنه التيار الوطني الحر ليش عم يتصوب بإنه هو الخاسر الأكبر؟ لا، هو خياراته خسرته بمحل معين وهو مآمن فيها وطنيا، هو ما عم يتعاطى فيها لأنه كرمال حليف أو مين حليفي ومين مش حليفي، هو ماشي على مبادئه الأساسية الوطنية اللي بيلتقي فيها هو وحزب الله على سلم الأهلي وحماية ظهر المقاومة بغض النظر كان حليف أو لا. هي كلفته للرئيس ميشيل عون وكلف التيار الوطني الحر وخاصة بالعلاقات العربية اللي هي أهم شيء للبنان اليوم، واللي نحن لأي اتفاق جديد بدنا نروح عليه رئاسة وحكومة وغيرها شو ما كانت السلة، الأساس فيها هي العلاقات الخارجية مع الغرب ومع الدول العربية. لبنان ما بيقدر يكفي بلا علاقات وما بيقدر يكون بحصار، وجزء منه حزب الله صح بده الوزير سليمان فرنجية، والغمز اللي اجى البعض بيعتبره من السعودية انه في غض نظر هن بدهم سليمان فرنجية، وفي البعض نفيها بانه لا هن ما عم يصوبوا على الوزير سليمان فرنجية للرئاسة. بغض النظر ما بعتقد انه حزب الله بده يمشي باسم يكون في عليه فيتو او ما يكون في عليه رضا من الخارج، من الخارج العربي ومن الخارج الغربي. ماذا عن عقوبات الموضوع على الوزير باسيل؟ طب عقوبات موضوع على سبب تحالفه مع حزب الله. طب الأضواء عظيم، بس هي موضوعة. نعم موضوعة. أنه ألا تؤثر كمان على العلاقات إذا عم تحكي أنه قديش مهم العلاقات؟ طيب بدي أسأل سؤال. تفضل. هل المطلوب لأي شخص تكون علاقاته جيدة مع الخارج أنه يكون بلا موقف ويقعد بالزاوية؟ هذا المطلوب. إيه. طيب بمحل معين في مصلحة وطنية الوزير باسيل عمله،
لما صار اتفاق الغاز والنفط، عبر مين صار؟ عبر اللي قاعد بالزاوية، ولا عبر اللي عم بيشغلوه، ولا عبر اللي كان واقف عم ياخد قرارات هو مقتنع فيها على الصعيد الوطني؟ لا، نعمل عبره. إذا هو الأقوى خارجيا، بينعمل عليه حصار وقت يصير في قرار انه لا نحن ما بدنا نعمل حصار، لانه انت فرضت بمحل معين حجمك وفرضت شو قادره تقدمي للبنان ولا المصلحه الاقتصاديه ولا المشاريع اللي جاي قدام، عم تعطي مشروع كامل متكامل من هون لست سنين لقدام لتكفي فيهم بمشروع، هاي العقوبات بتصير ماشي، لانه هاي العقوبات كانت موجوده ودائما كان يصير في استثناءات رغم انه في عقوبات لا ينعمل ديلز معينه بتخص لبنان والبلد ومشاريع كبيره. اذا هاي العقوبات شكليه، هي بس نوع من الضغط لانه في تحالف مع حزب الله. عظيم. بعد عندي 3 دقائق من عمر هذه الحلقه، افضل للتيار الوطني الحر اليوم وبالمرحله المقبله ان يكون بالمعارضه شعبيا، هذا شيء بربحه شئنا ام ابينا، او افضل مثل ما حضرتك تفضلت يكون من جوا وعم بيحفر الجبل بالابره مثل ما بيقولوا رغم كل الصعوبات، انه لا افضل حتى لو قد ما كنا تعرقلنا الا ما نضل نقدر ننجز 10 أو 20%. أوكي. الاولويه للتيار الوطني الحر انه يكون موجود بقلب الحكم تيقدر ينجز لو 10 أو 20%، وهيدا مشروعه وهو اللي عم يجرب يروح عليه، مشروع متكامل لمصلحه لبنان ولا مصلحه الوطنيه، هيدا اللي عم نحكي عنه. عم نسمع تهديدات انه حجم التيار الوطني الحر مش هالقد، والتيار الوطني الحر عم بكبر الفشخه عليه، والتيار الوطني الحر طيب اللي عم بتهددوا فيه سقفه انه يروح للمعارضه بتفيدوا على الصعيد الشعبي. الاكيد بانه التيار الوطني الحر ما بده اياها، لانه الهدف تبع التيار الوطني الحر هو مصلحه ناسه والمصلحه الوطنيه لكل اللبنانيين مش فقط للناس اللي معهم، ولكن في حال هيدا اللي عم بتهددوا فيه فاذا جبر تيروح عليه فهو لمصلحته، وهو رح يساعده شعبيا، وهو رح يؤدي لانه التيار الوطني الحر رح يزيد ورح يرجع مثل قبل واكثر. اذا على الحالتين هو ربحان، كرمال هيك مرتاح، كرمال هيك قادر يصعد، كرمال هيك عم يطلع يقول الامور مثل ما هي، وكرمال هيك هو اللي عم يعمل البرمه تيقول شو الحلول اللي عنده، وكرمال هيك نحن شفنا حلفاء بنفس الخط السياسي ولكن هن خصوم بمحل معين مهدين اللعبه شوي، لانه صارت واضحه ما فيكم تتخطوا التيار الوطني الحر وقرار الوزير باسيل تحديدا بالتسويه اللي جاي وبالسله اللي هي رح تكون لمصلحتكم انتم كمان، لمصلحه اللبنانيين جميعا. معلش نفكر بطريقه جديده، معلش نطلع من الكيات السياسيه، معلش نفتح صفحه جديده، لبنان ما بقى بيحمل، ما بقى في شيء تينسرق. يعني من كلامك جبران باسيل يا جبل ما يهزك ريح. نعم علي. أنا بدي أتشكرك، شكرا كثير لك صفاء درويش على هذه الحلقة. بالختام حابة هيك ما بعرف إنك تتوجهي بكم كلمة للوزير جبران باسيل وكم كلمة للرئيس العماد ميشيل عون، وبعد ما بعرف إذا التقيتي من بعد بعد ما التقيتي، شو بتقولي له اليوم؟ للرئيس ميشيل عون بدنا نقول له شكرا على كل شيء سبق وتشكرناه، وكل شيء يعني كل التحديات اللي صارت بال6 سنين لو ما صاروا ولو ما كنت واقف بهاي التحديات نحن اليوم ما كنا هون بلبنان، ونحن ما كنا قادرين نساوم على رئيس لمصلحة لبنان، وما كنا قادرين يكون عنا رؤية لل6 سنين اللي جايين، وما كنا قادرين يكون عنا حلم لل6 سنين اللي جايين. وللوزير باسيل الحمد لله انه الوزير باسيل موجود تيوقف بوجه التسويات اللي ممكن تصير، وتيكون حافظ السلم الأهلي وعم بجرب ياخد حقوق لبنانية تيكون عنا بلد للسنين اللي جايين لألنا ولأولادنا. بعد يعني بدي استفيد من آخر 30 ثانية، في شيء جديد بالملف المالي ورياض سلامة وما إلى هنالك؟ في المواضيع اللي عم تنطرح ولكن شيء جدي لليوم بعد ما في. بعد ما في. شكرا لك صفاء درويش. أهلا وسهلا فيك، حلقة كانت كتير مميزة. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم، نبض بيروت إلى اللقاء.